شاكر، كنت عايز تقول لي حاجه في طريقه لعب بقى كابتن عاوز حسام اتكلم حسن. في حاجه في حياتنا الهجوميه، بس في بس علامه استفهام شويه عاوز اتكلم فيها في قائمه الاداره الفنيه بتاعه الكابتن حسام حسن. هو كابتن حسام حسن اولد سكول شويه، يعني مدرسه قديمه شويه. في مشكلتين انا شايف من وجهه نظري بعد تطور الكره لازم موجودين. اول حاجه مفيش معد بدني في منتخب مصر حتى الان. هيجيب ده دي حاجه لازم ضروريه جدا، ان الكره اتطورت بشكل كبير، فلازم معد بدني ومتخصص في شغل مش مصري. هيجيب واحد مش مصري؟ لا هيجيب اعتقد هيجيبه اللي كان شغال معاه قبل كده في الاردن، اعتقد راجل برازيلي. دي نقطه ثانيه مهمه جدا، محلل الاداء. هيجيب برضه، لازم يكون في محلل اداء، لان في الاوقات وفي التوقيتات بتاعه المباريات انت محتاج محلل اداء ده يتفرج لك على 10 15 ماتش في 48 ساعه يطلع لك منهم كل حاجه. فدي نقطتين مهمين جدا لازم الكابتن حسام يشتغل. تخوفك من القصتين دول ما فيهمش مشاكل الكابتن حسام وكابتن ابراهيم اوريدي قصت حركه؟ نتمنى ذلك. طيب نيجي بقى نتكلم على الشكل بتاع الكابتن حسام حسن عامل ازاي. كابتن حسام حسن عنده هويه معينه. اثبت يا ابني، انت عمال تتمرجح على الكرسي. لا الكرسي. نيجي نتكلم على الكابتن حسام حسن. ركب توبس بن. كابتن حسام حسن عنده هويه معينه، ان الراجل دايما الفرقه بتاعته كلها بتبقى شرسه جدا جدا في الضغط، شرسه جدا في التحولات. وكابتن حسام حسن معروف عنه ان هو بيحب يلعب دايما على الكور العرضيه بالزياده العرضيه لتجوجو المنطقه، او ان هو دايما يلعب الكوره الطوليه في ظهر الاثنين سنتر باك او المساكين، مش ظهر الباكات. معانا بعض الحالات برضو من بعض مباريات النادي المصري، نيجي نتفرج عليها ونشوف الكابتن حسام حسن ممكن يبقى الشكل بتاعه عامل ازاي مع منتخب مصر. اول ما الكره اتقطعت من النادي المصري عاوز اوريك التحول السريع جدا للثلاثه بتوع قدام على طول، زي ما انت شفت كده في كاد الراجل جريندو اما اتحرك على طول الكره تلاقيها في ظهر الدفاع. الكره دي كانت معروف مشهوره قوي الونش لما دخل على جريندو في المباراه بتاعه المصري نادي الزمالك. نفس الكره الثانيه برضو هنا اوت، نادي المصري ضغط على نادي الزمالك، اول ما انت تشوف على طول حسين السيد عم لاعب الكره جريندو، ده كان الهدف الاول للنادي المصري. الشكل على طول بتاع كابتن حسام حسن في التحول ان هو اول ما يقطع الكوره دايما الكوره بتتلعب طوليه في ظهر الدفاع. هنا نفس الكلام، بص على طول اول ما الكوره تقطع تلاقي الرجل على طول قام جري اتلعبت له الكوره في ظهر الدفاع، وكانت برده كوره خطره جدا للنادي المصري. فاذا الكابتن حسام حسن عنده تحول سريع جدا اول ما يقطع الكوره. نفس الكلام هنا بقى، دي اللي عاوز اقول لك عليها. بص على كابتن حسام حسن تحت هتلاقيه هيكلمه هيقول له ايه اهدى، يعني اقول له اهدى وانت هتبدل مع التاني. هو عاوز ايه يا ابراهيم؟ القصه كلها ان هو عاوز زياده عدديه جوه منطقه الجزاء قبل ما يعمل اوفر. هتلاقي اللعيبه بتجمع اللعب، اول ما اللعيب دخل جوه دغموم ال 18 قام الراجل جاي وقام عامل الاوفر، كانت خطره جدا برضو على نادي الزمالك. الكوره الثانيه نفس الكلام برضو، هتلاقي اللعيبه كلها بتروح ناحيه الشمال، جمع اللعب في طرف من الاطراف، الراجل هيقوم واقف لغايه لما اللعيبه بتاعت نادي المصري اول ما تبدا تدخل هو ثلاثه او اربع لعيبه جوه منطقه الجزاء هيقوم لاعب الاوفر على طول. فاذا الكابتن حسام حسن من الهويه بتاعته او الشكل بتاعه ان الكابتن حسام حسن بيعتمد دايما على العرضيات، ومهم جدا ان هو دايما يبقى فيه زياده عدديه جوه منطقه الجزاء. وده اللي احنا بنتكلم عليه. نفس الكلام هنا برضو، المرتدات عند الكابتن حسام حسن رائعه زي ما انت شايف. ده جريندو اللي المفروض بيلعب فيرود على طول، هو بيروح من ناحيه اليمين ويجمعوا اللعب والناس تخش جوه 18 وتتلعب الكره بالعرض، وكانت كره خطره جدا على النادي المصري. فاذا كابتن حسام حسن شرس جدا في الضغط، شرس جدا في التحولات، ولكن ممكن يكون في مشكله لما انت بتضغط بكل الفرقه بيبقى عندك مساحات كبيره جدا، وده اللي النادي المصري عانى منه بشكل كبير جدا في المساحات اللي بتبقى موجوده بسبب الضغط الكبير اللي بيبقى موجود من لعيبه النادي المصري. كريم، طيب انا بس هقول في جبت حسام حسن في النهايه، يعني عشان ننتقل لكاس الامم واحصائيات كاس الامم. بدك بس تعقيب اخير عشان اروح لفصل، بعد الفصل نرجع نخش على جميل. كابتن حسام حسن فرصه حلوه وحلم من احلام حياتك اتحقق. اتمنى ان انت تسمع للمستشارين، مهم قوي دي. اسمع للمستشارين، ما يبقاش دايما قرارك من عقلك انت بس، اسمع المستشارين واسمع واعمل دايره حواليك من خارج الجهاز الفني واسمع. اعتقد في وجهه نظري هيدوك معلومات وهيفيدوك في حاجات انت في الاخر اللي هتجاز عليها. ماذا عن بطوله الامم الافريقيه؟ هذه البطوله اللي ضربت بالتخطيط عرض الحائط، يعني اي حد يقول لك انا بخطط، انا شغال، انا بجتهد، ده شيء عظيم، كلنا بنحب الكلام ده، بس كل الكلام ده طلع كفته. يعني البطوله دي كفته، المغرب اشتغلت وشقيت وتعبت وجابت وبتاع ورابع العالم وجايين ورايحين، ها؟ والسنغال صح، والسنغال واليو سي سي وجيلين وبتاع مصر. ها؟ ومصر ومصر جابت فيتوريا وخططت شويه. انت بتقولي حاجه ما تنفعش تتباع. وانا مش هبيع المشاهد بتاعي. الجرح لسه معلم والله. لا لا، الجرح لسه معلم ايه يا راجل؟ لا خلينا نتكلم عن الناس اللي خططت بجد، يعني الناس اللي خططت ديت اخذت صابونه، انما
انت بقى الناس اللي ما خططتش واتغلبت وبتاع ومش عارف ايه ولعبوا ناقصين ومن غير مدير فني والدنيا في الحقيقه اخذوا البطوله.